لئن فخر الأقوام بالملك والحسب وبالمال والأولاد والجاه والنسب. لئن فخر الأقوام بالملك والحسب وبالمال والأولاد والجاه والنسب، فخرت عليهم أجمعين بأنني إلى خير خلق الله ممن قد انتسب. رسول الهدى قد جاء بالوحي آية، وما قرأ الألواح يوما ولا كتب. أمين ومأمون وبر وصادق، وما قط يوما خان عهدا ولا كذب. فطوبى لعبد مؤمن بالذي به أتانا الرسول المصطفى من ذرى العرب. ويا تعس عبد معرض عن سبيله، ولم يخش من عقباك عقبى أبي لهب. فتبت يدا كل امرئ غير مؤمن بهذا النبي المرتضى المجتبى وتب. فصلوا فمن صلى عليه فربه يصلي بعشر، يا هناء من اكتسب. وفيها لرب الكرب تفريج كربة، وغفران ما ذو الذنب في دهره ارتكب. عليه صلاة الله ما هل ماطر، فأحيا من الأرض الجديبة ما جدب. كان معكم من الإخراج والتنفيذ قناة إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.